ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم دكتور مينا جاد والبيولوجي للثانوية العامة. اولا بنرحب بيكم، بقالنا كتير جدا ما تقابلناش، وان شاء الله الفترة الجاية هيكون في حلقات كتيرة ومهمة هتنزل ان شاء الله على القناة. بالنسبة لسلسلة الحلقات دي سلسلة مراجعة للطلاب بتوع ثانوية عامة، عبارة عن حل امتحانات. يعني احنا الفترة الجاية هنبدأ ان احنا نقعد نحل امتحانات. معانا كتاب المرجع، هنبدأ ان احنا نحل منه. كتاب المرجع من الكتب المحترمة جدا في البيولوجي، جنبا الى جنب طبعا مع بقية الكتب يعني اللي بتبقى متواجدة في السوق. الفكرة بتاعت الكتاب ان هو ماشي بنظام البوكلتس، او كتاب المراجعة ماشي بنظام البوكلتس. هو عامل امتحانات، كل امتحان عبارة عن 30 سؤال، طبعا MCQ مطابق للMCQ اللي هو هيجي في اخر السنة. فاحنا هنبدأ ان احنا نمشي الامتحانات ديت كده امتحان امتحان، تمام؟ هنراعي دايما ان الوقت بتاع الحصة يكون قليل بحيث ان هو ما ياخدش من وقتنا كتير. بمنتهى البساطة انت ممكن نص ساعة، ساعة الا ربع بكتير قوي قبل ما بتنام، ان انت تراجع المادة كده. طبعا ان شاء الله احنا عارفين ان انتوا شطار يعني ومخلصين المذاكرة، احنا بس الفترة دي ان احنا مجرد ان احنا بنراجع. لو كل يوم اخدت نص ساعة بالليل قبل ما تنام ان انت تسمع حلقة، او مثلا ممكن تاخد ساعة تسمع حلقتين، هيكون شيء رائع جدا. هنبدأ ان احنا نحل البوكلت الاولاني، تمام؟ هو هتلاقي على كل بوكلت كاتب لك بيمتحنك على ايه في الجزء ده، او هو مركز على ايه في الجزء ده، تمام؟ يعني مثلا عندنا البوكلت الاولاني هو مركز على السبورت ان ليفينج اورجانيزم، اللي هو الدرس الاول عندك. تعالوا نبدأ مع بعض كده الاسئلة. انا هبدأ استخدم البوينتر بحيث ما تهوش مننا كده وتعرفوا احنا في انهي سؤال، تمام؟ هنبدأ بالسؤال الاولاني. بيقول لي نقط are the cells that contain structural and physiological support. طيب ارجع افتكر، هو ال structural وال physiological support دول كانوا موجودين فين؟ كانوا موجودين في مادة الكيوتين. مادة الكيوتين هي المادة الشمعية اللي بتغلف الليف من بره، بتغلف الستيم الورقي اللي لونه اخضر، الستيم اللي هو الاخضر، مش الستيم اللي هو الودن اللي هو الخشبي. الخشبي ده في ماده السوبرين. في نقطه مهمه جدا ان الروتس ما ينفعش يبقى فيها كيوتين اصلا، لان الكيوتين ده ماده امبيرميبل للووتر، ازاي الروتس هتعمل ابزوربشن للووتر؟ فبالتالي هختار وهقول له ان الاجابه بتاعتي the epidermal cells in the leaves، خلايا البشره الخارجيه بتاعه الليفز، تمام؟ طيب احنا ممكن نبدأ ان احنا نستخدم القلم اهو بحيث نعلم على الاجابة بتاعتنا. يبقى اقوله الاجابة بتاعتي هتبقى C. السؤال اللي بعده بيقول لي study the opposite figure in front of you then choose the correct answer. اختار الاجابة الصحيحة. هو هنا مديني ايه؟ مديني خليتين، واحدة فيهم كولينكايما والتانية بارينكايما. طبعا الاتنين فيهم physiological support، والاثنين الضغط اللي جواهم 70 مليمتر اتش جي، وبيقول لي اختار. Both of A and B cells acquires physiological support when they are put in water. الاثنين هي هي يعني هي هياخدوا physiological support لما نبدأ ان احنا نحطهم في المية. Both of A and B cells have structural support. لا، مفيش structural support هنا عندي خالص، ده بالذات البارينكايما كمان مفيش فيها structural support خالص، تمام؟ والكولينكايما دي فيها سيليولوز، يعني برضو ما فيش مثلا كيوتين، ما فيش عندي مواد اللي هي الخاصه بالستراكشر سبورت. طب بيقول لي سيل اي اونلي اكوايرز فيسيولوجيكال سبورت وين ات از بوت ان ووتر. طيب وسيل بي مالها؟ ده سيل بي كمان هتاخد برضو فيسيولوجيكال سبورت لما تتحط في ميه، لما تبدا تنزل في الميه هتبدا ان هي تاخد الميه، تشرب الميه، فتبدا ان هي تنتفخ وتبدا ان هي تحصل على الفيسيولوجيكال سبورت. هي طبعا الاجابه هتبقى ايه، بس انا بكمل معاكم بقيه الاجابات. بعد كده بيقول لي ذير از نو كوركت انسر. لا، هقول له الاجابه الاولانيه ان الاثنين هيبقوا فيهم فيسيولوجيكال سبورت، طبعا لو اتحطوا في ديستلت ووتر كمان. ديستلت ووتر اللي هي نسبه الاملاح فيها زيرو، فبالتالي يبداوا ان هم ياخدوا الميه، تمام؟ لان الميه هتنتقل من المكان اللي فيه ميه كتير اللي هو الديستل دوتر لجوه الخليه. السؤال اللي بعده هو فيه بس بعض التصليح اللغوي، معلش، انه يعني بدل pelvic girdle هي المفروض البيكتورال girdle، تمام؟ طيب هو هنا مديني الرسمه بتاعه الجزء من السكيلتون، طبعا واضح قدامي ان العظمه بتاعت ال دي عظمه الهيومرس،
وعظمة واي دي الاسكابيولا، العظام بتاعت زد دي اللي هي الريبس، واكس دي الكلافيكل. طيب تعالوا نشوف بقى بيسألني على ايه. بيقول لي the bone why is considered as، وبيقول لي اختار كل الاجابات الصحيحة عندك. thoracic bone يعني عظمة موجودة في منطقة الصدر، ان ذا طبعا زي ما قلت هتعدلوها pectoral girdle، دي معلومة صحيحة، عظمة موجودة في المنطقة بتاعة الصدر، تمام، من الخلف من ورا. the biggest bone in the pelvic girdle، برضو الاسكابيولا هي الكبيرة، الكلافيكل دي صغيرة ورفيعة. one of the appendicular system bones، من الابندكولار system bones كمان معايا برضو الاجابة ديت صحيحة، تمام. طيب articulate from the back with the thoracic vertebrae، بتبقى ماسكة ورا في الثوراسيك vertebrae. لا، الاسكابيولا ما كانتش ماسكة في الثوراسيك vertebrae، امال مين اللي كان ماسك في الثوراسيك vertebrae؟ الريبس، تمام. فانا هختار اقول له اجابة A صح، B صح، C صح. طيب سؤال رقم 4، بيقول لي the bone X، bone X اللي هي الكلافيكل، is considered as a ventral bone in the pectoral girdle. ventral احنا قلنا ان هي جاية منطقة البطن، جاية للمنطقة الامامية، ventral bone in the pectoral girdle، المعلومة دي صحيحة. طيب بيقول لي vertical bone in the skeletal system، خلينا نسيب ديت شوية وبعد كده هكمل، تمام، يعني هقول لكم ليه دي مش هنختار. بعد كده بيقول لي binds the bone Y with the axial skeleton، بتربط البون Y، بتربط الاسكابيولا اللي هي بون Y مع الاكسيال سكيلتون. ليه؟ انا عندي الكلافيكل ديت المفروض ان هي ماسكه في ايه؟ ماسكه فين هنا؟ المفروض ان هي ماسكه هنا في الاسترنم، تمام. فانا هنا عندي سترنم وعندي هنا اهي الكلافيكل، تمام، والكلافيكل ديت ماسكه في الاسكابيولا، تمام. فهي ماسكه الاسكابيولا وطلع بيها ربطاها مع الاكسيال سكيلتون. طيب one of the appendicular bone، تمام، برضو دي one of the appendicular bone. طيب نرجع تاني رقم بي، احنا ليه ما اخترناش رقم بي اللي هي vertical bone؟ يعني كل الاجابات صح ما عدا ان هي vertical bone in the skeletal system. بمنتهى البساطة انا ليه هقول ان هي التشويس دوت ان هو ليه خطأ؟ لانه الوضع بتاعي هنا ليس في الوضع الفيرتيكال، هنا الوضع بتاع البون اكس اللي هي الكلافيكل ده مش الوضع الفيرتيكال، تمام. وضع فيرتيكال يعني الوضع اللي هو الواقف، يعني انا عندي الشخص مثلا بالمنظر ده كده اهو، تمام، فده الوضع الفيرتيكال. لا، انا في الوضع الهوريزونتال افقي، انا العظمه دي موجوده في الوضع الافقي مش في الوضع الهوريزون، مش في الوضع سوري الفيرتيكال اللي هو واقف، تمام. فعشان كده انا مش هختار الاجابه بي، تمام. طيب اسمحوا لي بس ايه نمسح هنا عشان لما نبدا نجاوب. طيب بعد كده بيقول لي the bone Z attaches with the نقط vertebra from the back. طيب خلينا نبص على البون Z. البون Z ديت بتمثل هنا عندي الريب. طيب انا هنا عندي هبدا اتعرف ده انهي ريب بالظبط. خلينا نبدا ان احنا نشوف الاجابات. بيقول لي البون رقم 10 من او الفرتبرا رقم 10، الفرتبرا رقم 11، الفرتبرا الخامسة الفيفث ثوراسيك ولا التنس ثوراسيك. طيب هعرف منين؟ انا منتهى البساطة في الشكل اللي قدامي ده، في الريبس اللي قدامي دي. انا بس هبدا امسح كده علشان تبقى الدنيا واضحة. في المنظر اللي قدامي دوت، في الريبس اللي قدامي دي، البون زد او الريب زد ده رقم كام؟ ابدا اعد من فوق، من عندي اول حاجه الكلافيكل اهي، بعد كده الريب الاولاني، الريب الثاني، الريب الثالث. يبقى انا اذا البون زد ديت دي تمثل الريب رقم 3. طيب الريب رقم 3 ده متصل فين ورا؟ متصل بالثوراسيك فيرتبرا رقم 3. ايوه، يعني ثوراسيك فيرتبرا رقم 3 دي وضعها ايه بالنسبه للسكيلتون، بالنسبه للفيرتبرال كولمن كله على بعضه؟ دي رقم 10، تمام. ليه؟ لان انا عندي 7 موجودين سيرفايكل
وبعد كده أبدأ في الثوراسيك. فأنا هعد السبعة بتوع السيرفايكل، بعد كده 8 9 10، هي رقم 10 بالنسبة للفيرتبرال كولن، وهي رقم 3 بالنسبة للثوراسيك فيرتبرا. يبقى أنا هقول الإجابة عندي هتكون 10. السؤال اللي بعد كده رقم 6 بيقول لي the bone L. طبعا البون L دي هنا بتمثل عندي العظمة بتاعت الدراع اللي هي عظمة الهيومرس. طيب تعالوا نبدأ نشوف ايه اللي مكتوب او ايه اللي طالبه. بيقول لي اختار كل الإجابات الصحيحة. Is considered the longest bone in the upper appendicular limb. عظمة الهيومرس بتعتبر من أطول البونز اللي موجودة عندي في الجزء العلوي في الجسم، فأقول له الإجابة دي صحيحة. طيب بيقول لي fits in two cavities in the appendicular skeleton. بتعشق من ناحيتين. بتعشق أول حاجة هنا أهي في الجلينويد كافيتي من فوق، وبعد كده في تعشيقة تحت ليها مع الألنا. تمام، فهقول له دي معايا برضو. Shares in a joint characterized by it is a wide movement joint. هنا ده اللي هو المفصل بتاع الكتف، ده عبارة عن وايد موفمنت، بنقدر ان احنا نلف الكتف بتاع، نلف دراعنا تمام من خلال مفصل الكتف دوت بوايد موفمنت، حركة واسعة. طيب بيقول لي contains two processes in its lower tip. بيبقى فيه عندها two processes، لو تفتكروا في نهاية العظمة خالص كان بيبقى فيه زي النتوئين كده موجودين، وبيبدأ ان هو يتعشق فيهم الألنا. تعرفين عاملة زي المفتاح البلدي، معرفش ان شفتوا المفتاح البلدي اللي بيستخدموه في السباكة والحاجات دي ولا لا، حاجة كده عاملة زي المفتاح البلدي. تمام، تبدأ ان هي تعشى بقى في القلنة. تمام، طيب يبقى انا هقول له كل الاجابات عندي صحيحة واختار كل الاجابات. طبعا في الامتحان مش هيبقى كده، يعني في الامتحان مش هيبقى الوضع كده، هيقولك اختار اجابة واحدة بس. طيب السؤال رقم 7 مديني figure، بيقول لي study the opposite figure that illustrates the substances used in plant thickness as structural support and then answer the questions from 7 to 9. هو هنا مديني مادة الكيوتين اللي هي ال، مادة السليولوز اكس، مادة اللجنين. طيب تعالوا نشوف هو عايز ايه. بيقول لي cells x are expected to be found in السليولوز، موجود فين؟ في البارينكايما، في الكولينكايما، في السكليرينكايما، في all the previous. نخلي بالنا من النقطة، هو هنا بيقول لي thickening، عشان لما يجي حد يقول لك ايه طب ما السليولوز موجود في البارينكايما، ايوه السليولوز موجود في البارينكايما، بس thickening يعني بيبقى فيه زيادة، بيبقى فيه زيادة فين؟ في الكولينكايما. يبقى انا هنا هختار واقول له دي الكولينكايما عندي، سيل اكس دي تمثل الكولينكايما، فيها سليولوز زيادة. طيب بيقول لي cells Z are expected to be found in نقط تيشو. طيب Z ديت اللي هي ايه؟ Z دي بيقول لك دي حاجة فيها لجنين، فيها لجنين. تمام، يبقى هقول له ان cells Z دي المفروض الZ دي تبقى جاية كده شوية. تمام، هقول له ان cells Z دي بتمثل عندي السكليرينكايما، لان السكليرينكايما هي اللي فيها اللجنين. تمام، يبقى انا هقول له دي السكليرينكايما. طيب بعد كده بيقول لي cells L are expected to be found in the نقط تيشو. cells L، cells L دي اللي فيها الكيوتين، موجودة فين؟ لسه حلينها. the epidermal cells in the plants، the inner cells in both leaves and stems، all the plant parts. there is no correct answer. لا هنا هقوله there is no correct answer. الله، ليه قلت له there is no correct answer؟ مش انت قلت لنا الابيدرمس، مش كل الابيدرمس، ما انا عندي الابيدرمس كلمه ابيدرمس معناها خلايا البشره الخارجيه، خلايا البشره الخارجيه اللي في الروت مش معايا، ما فيهاش فيها كيوتين، ما ينفعش يبقى فيها كيوتين. تمام، يبقى ذا ابيدرمال سيلز ان ذا بلانتس غلط، وول ذا بلانت بارت غلط برضو، وطبعا مش موجوده في الانر سيلز بتاعه الليفز والستمز، دي موجوده في الاوتر، هتبقى في الاوتر لاير، في الابيدرمال لاير بتاعه الليفز والجرين ستمز. يبقى انا ساعتها هقول له there is no correct answer. السؤال اللي بعده رقم 10 بيقول لي in a scientific study of the extent to which the structural support of one of the field plants is affected by the surrounding environmental conditions which are usually moderate in temperature during a period of time of the year
In light of what was mentioned, which of the following figures expresses the support of field plants when exposed to moderately hot day؟ لو بدأ حصل يوم في حرارة شوية، فعايزين نبدأ نشوف الـ structural support مع الوقت، العلاقة ما بينهم هتبقى ايه. طيب مبدئيا انا عندي الـ structural support ما بتتأثرش بالمية، ما بتتأثرش بدرجة الحرارة، ما بتتأثرش بحاجة، هتفضل ثابت. يبقى انا هقول له الدياجرام الثابت عندي ده الدياجرام رقم 3. يبقى انا هقول له الدياجرام رقم 3 لان دي structural support ثابتة. السؤال اللي بعده رقم 11 بيقول لي the number of bones in the cerebral casing part of the human skull is، هو عايز عدد العظام اللي موجودة في الجزء اللي هو بيحتوي على البرين اللي هم السريبرال بونز. احنا اتفقنا ان السريبرال بونز دول عددهم 8 غير الفيشيال بونز. الفيشيال بونز اللي هي بتبقى موجودة ناحية الوجه، لكن السريبرال دي اللي موجودة يعني جواها البرين. رقم 12 بيقول لي if you consider the green lines are the plant cell walls، الجرين لاينز دي هي السيل وولز، and the orange parts are the nucleus، والجزء الاورنج ده نيوكليس. طيب والتريانجل هي السافاكيول، which cell has structural support made of cellulose، مين في دول فيهم structural support مصنوعة من السيليولوز؟ طبعا سهلة جدا، هتبقى 1. ليه 1؟ لان انا عندي هنا في سيليولوز زيادة اللي هي كولينكايما. تمام. طيب واحد يقول لي طب ليه ما اخترتش 2؟ لا يا حبيبي 2 دي ما ولا فيها سافاكيول ولا فيها نيوكليوس، دي اساسا مش خلية حية، ما ينفعش. تمام، لازم تبقى عندي خلية حية تحتوي على النيوكليوس، تحتوي على الساب فاكيول. يبقى الإجابة بتاعتي هقول له ان انا the diagram او the cell number 1. طيب مديني رسمة بيقول لي study the opposite figure that expresses the number of bones of one part of the skeletal system and then answer the following questions from 13 to 15. سؤال رقم 13 بيقول لي the number of bones in the anterior part of the skull. هو هنا مديني ارقام او يعني مديني اجزاء كده ومديني العدد بتاع البونز عندي. تمام، واضح ان عدد البونز بيبدا ان هو يزيد من فوق خالص لغايه تحت. هو حتى مديني اشاره بيقول لي اول واحده دي اللي هي الاسترنم بون، اول واحده دي اللي هي الاسترنم بون. طيب تعالى كده نقول الاسترنم بون ديت هي كام عظمه اصلا؟ هي عظمه واحده. يبقى انا هقول الجزء البرتقاني ده هو واحد. تمام، يبقى معنى كده ان انا ببدا ان انا ازيد، يعني كل ما بنزل كل ما الدنيا بتبقى زياده. طيب هو عايز بيقول لي the number of bones in the anterior part of the skull. الانتيريور بارت بتاعه السكال ديت عباره عن ايه؟ الانتيريور بارت بتاعه السكال دي عباره عن 14 بون، عباره عن 14 بون. فبالتالي انا هبدأ ان انا اخد كل الارقام كلها بتاعتي، هقول له A و B و C لان انا محتاج اجمع عدد 14 عظمة، محتاج اجمع عدد 14 عظمة، فهقول له A plus B plus C كل دول مع بعض. تمام. طيب السؤال بعد كده بيقول لي the number of bones in the girdles of the appendicular skeleton in adult person is. هو هنا بيقول لي انا عايز اعرف عدد البونز اللي موجودة في الجيردلز بتاعة الابنديكولر سكيلتون في الادلت بيرسون. طيب انا المفروض عندي العدد بتاع البيكتورال جيردل بونز في الابنديكولر سكيلتون عبارة عن 6 عظمات، عبارة عن 6 عظمات. تمام، أربعة في البيكتورال جيردل واثنين، هو هنا عايز الجيردلز كلها، البيكتورال اللي هو الجزء بتاع الصدر، وعندي كمان البلفيك اللي هو الجزء بتاع الحوض. أنا المفروض هنا يبقى عندي 6 عظمات، 6 عظمات. يبقى أنا هبدأ أقول له إن أنا عايز B plus C، B plus C. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي the pear plant، لا سوري معلش فوتنا سؤال هو 15، بيقول لي the number of ribs
that indirectly attach with the sternum bone is. أنا المفروض عندي عدد الريبس اللي كانت بترتبط بشكل غير مباشر، هما برضو كانوا 6 ريبس، اللي هما بالمناسبة كانوا 8 و9 و10، بس 8 و9 و10 بيرز، يعني أنا عندي في كل ناحية في واحد، يعني 8 من الناحية اليمين و8 من الناحية الشمال، هي رقم 8 من الناحية اليمين ورقم 8 من الناحية الشمال، و9 من اليمين و9 من الشمال، و10 من اليمين و10 من الشمال، يبقى بالتالي هقول له برضو الإجابة هتبقى B و C. تمام؟ ليه؟ لأن أنا بصوا يا جماعة كل ما بنزل كده أنا ببدأ أزيد، يعني بيزيد الضعف، يعني C دي مثلا هتبقى عندي عبارة عن 2، وبعد كده B دي هتبقى عندي 4 وهكذا. تمام؟ فببدأ إن أنا أزيد كل ما بنزل. طيب بيقول لي the pear plant اللي هي الكمثرى is characterized by all the following except. طبعا احنا عارفين اشهر حاجة ليها ان هي فيها مادة اللجنين، فهو بيقول لي كل الاجابات دي صح ما عدا all the cells are supported by cellulose and lignin, most cells are supported by cellulose only, contain monosaccharide, when placed after cutting in distilled water its volume increases. خلي بالكوا السؤال ده فيه سنة خبز كده ولقم شوية. ليه بقى؟ لان هو هنا بيقول لك all the cells are supported by cellulose and lignin. لا مش كل الخلايا يا جماعه، اللجنين دي للخلايا الناشفه اللي هي الخلايا من بره، مش كل الخلايا بتاعه الفاكهه بتاعه الكمثرى فيها ماده اللجنين السليلوز واللجنين، فدي الاجابه غلط. لكن كلهم او معظمهم طبعا فيها كولينكايما، دي مظبوط معظمها supported بسليلوز. تمام؟ نمره 3 ان هي فيها مونوساكرايد، احنا متفقين وعارفين الكلام ده من اولى ثانوي. تمام؟ ان فيها جلوكوز. طيب ودي اخر واحده اللي هو when placed after cutting in distilled water its volume increases. هتبدا ان هي تشفط الميه، تبدا ان هي تاخد الميه، فتبدا ان هي تنتفخ. اي حاجه تتحط في distilled water تمام هتبدا ان هي تاخد ميه، تسحب ميه، تبدا ان هي تنتفخ. بعد كده السؤال رقم 17 بيقول لك if you put a group of wrinkled live plant cells أو living plant cells in distilled water, then you add a big amount of sucrose sugar after a period of time equals 24 hours. In the light of this, which statement is correct scientifically? يعني هو هنا بيقول لك إن أنا جبت مجموعة من أوراق، أو مش من الأوراق، من خلايا النبات بس خلايا حية، لكن wrinkled، مفيش فيها physiological support. بعد كده رحنا حطيناها في إيه؟ في distilled water. لما جينا حطيناها في ديستل دوتر طبعا هتبدا ان هي تنتفخ بالميه، تاخد الميه. طيب بعد كده بيقول لك حطينا كميه سكروز كتيره هتخليها ان هي ترجع الميه تاني اللي هي انتفخت بيها after a period of time equals 24. ايه اللي هيحصل؟ بيقول لك cells acquire physiological support increase in size and after sugar is placed they lose their physiological supports. هي دي احنا لسه قايلينها. طيب نكمل بقيه الاجابات. بيقول لك cells acquired physiological support increase in size and after sugar is placed they retain their support. لا طبعا هيرتين السبورت ليه؟ هيفقدوا ميه، هيفقدوا ميه. طيب السؤال سوري اللي هو الاجابه اللي بعد كده سي، بيقول لك cells lose physiological support and increase in size and after sugar is placed they acquire their physiological support. طبعا ده غلط خالص. اخر اجابه بيقول لك cells lose their physiological support increase in size after sugar is placed they retain. لا برضو مش they retain الphysiological support بتاعتها، هتفقد الphysiological support بتاعتها طبعا. طيب بيقول لي the physiological support depends on the physical. طبعا الphysiological support ده سؤال مباشر بيعتمد على عمليه الاوزموزس، انتقال الميه ما بين الخلايا. السؤال اللي بعده بيقول لي the neural ring is a bony ring that attaches with نقط from the back side. النيورال رينج كانت بتبقى متصله بايه؟ كانت تبقى متصله بالسنترم. ده برضو سؤال مباشر، السنترم بتاع البوني فيرتبرا from the back side. تمام؟ يعني انا بيبقى عندي نيورال رينج هي ورا وقدامها السنترم، فهي متصله من اخر الجزء بتاع السنتر. تمام؟ وده سؤال مباشر. السؤال بعد كده مديني دياجرام او مجموعه من الفيجرز، بيقول لي study the following figures. بيقول لي الفيجرز اللي قدامك ديت بتمثل البونز بتاعه الريست. The red rectangle اللي هو المستطيل اللي هو لونه احمر دوت for a right front view
and the places where it is attached to the adjacent bones as the yellow rectangle represents radius. ال yellow rectangle ده بيمثل radius. Then answer the following. بيقول لي the correct position of the attachment of carpal bones to the adjacent bones is the نقط position. انهي position من دول هو البوزيشن المظبوط؟ هو من الاخر مديني مجموعه من البوزيشنز. انهي position عندي هو البوزيشن المظبوط علما بان الجزء اللي هو لونه احمر بيمثل العظام بتاعه الريست، تمام، والجزء اللي هو الاصفر بيمثل الريديوس، وبعد كده الكاربلز عندي. طبعا انهي واحده فيهم هي اللي صح؟ هتبقى الاجابه دي. طيب اشمعنى دي؟ اشمعنى الاجابه عندي هتبقى دي؟ بمنتهى البساطه انا عندي الريست بيبقى متصل بمين؟ الريست العظام بتاعت الريست بتبقى متصله بالجزء السفلي بتاع الريديوس، تمام. وبعد كده عندي الجزء بتاع الريست هيبقى عندي فيه الخمسه كاربلز، فنبدا ان احنا نعد. هنلاقي 1 2 3 4 5، هتلاقي دول هنا العدد بتاعهم، هتلاقي 5 كاربلز مظبوطين، تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the first vertebra that faces the abdominal cavity is the not vertebra. طيب معلش انا برضو عايز ارجع للسؤال اللي فات، يعني في تركية كده بسيطة. طيب انا ليه ما اختارش سي مثلا؟ طب ما سي نفس الفكرة، ما دي الخمسة كوربلز اهو نفس الوضع. الوضعية بتاعت الريديس مش مظبوطة، دي مش الوضعية بتاعت الريديس. المفروض عندي الوضعية بتاعت الريديس كده في الفرونت فيو، تمام، متصلة بالعظام اللي هي التمن عظام بتوع الكاربلز، وبعد كده الميتا كاربلز، تمام، اللي هي بعد كده فيها الفالنجز بقى بعد كده. أنا لا أقصده إن أنا عندي الريديس هتبقى في الوضع اللي هو اللي فوق. ليه؟ لأن هي رايحة ناحية الثمب، فهو هنا المفروض هو إيه لي ده الفرونتال فيو. خلي بالك، هو خلي بالك هنا مديك رايت فرونت فيو، يعني بيقول لك دي اليد اليمنى، تمام، واليد اليمنى ديت أنت باصص عليها من قدام، فبالتالي ما ينفعش خالص سي ديت انها تبقى موجود، تمام. ده سؤال فكرته لطيفه يعني. سؤال رقم 21 بيقول لك the first vertebra that faces the abdominal cavity is the نقط vertebra. اول vertebra بتبقى موجوده قدام الابدومينال كافيتي، هتبقى انهي واحده؟ بمنتهى البساطه تعالوا ان احنا نعده، الموضوع مش صعب. انا عندي 7 سيرفايكل وبعد كده 12 ثوراسيك اللي هي منطقة الصدر، يبقى دي كده 19. أول واحدة ناحية البطن بقى هتجابه منطقة البطن، هتبقى رقم كام؟ هتبقى رقم 20. ده سؤال مباشر، اللي هي أول واحدة في اللمبر عندي، أول واحدة في اللمبر فيرتبري، تمام. السؤال اللي بعد كده رقم 22 مديني هنا جراف بيقول لك او دايجرام بيقول لك study the diagram that shows the number of joints in the skeletal system in the human then answer the questions from 22 to 26. مديني هنا الموفمنت اوف رينج، طبعا ايه دوت واضح ان هو الموفمنت اوف رينج عالي وايد موفمنت، بي دوت واضح ان هو ليميتد موفمنت، سي دوت واضح ان الموفمنت بتاعته ضعيفه قوي. فبيقولي the joint A is probably to be the نقط joint. مين joint في دول؟ wide movement، واسعة جدا. طبعا هيبقى الثاي، الجزء بتاع الثاي اللي هو الفخذ، والجزء بتاع الكتف او الحتة بتاعت الشولدر دي من الحاجات اللي هي wide movement، تمام. يبقى انا هقول له الثاي لان ده wide range of motion. 23 بيقولك the joints of the skull in a child illustrated by the نقط joints. انا هنا عايز اقل حاجة، يعني حاجة الموفمنت بتاعتها ضعيفة قوي، لان احنا اتفقنا الجوينتس اللي موجودة في الجزء بتاع السكال ديت بتبقى يعني تقريبا شوز تقريبا نو موفمنت يعني. فهقول له الاجابة تبقى سي، اقل واحدة. سؤال 24 بيقول لك the joint that the tibia shares with the femur is represented by the joint number. طيب انا هنا هدخل في انهي جزء؟ انا هدخل بقى في الجزء الوسطاني اللي هو الليميتد موفمنت، اللي هو الجزء بتاع الركبه. يبقى انا هقول له الاجابه عندي هتبقى بي، انا عايز حاجه ليميتد موفمنت.
طيب the joint نقط is considered temporary joint with a certain time period، يعني هو مؤقت وبعد وقت من الزمان يتحول يبقى عظم من العظام. طبعا اللي احنا لسه قايلين عليه الجزء بتاع الفايبرس اللي هو سي، يبقى انا هقول له سي. 26 بيقول لي the joint which is formed by the meeting of a triangular bone with another long bone is represented by. طيب triangular bone، هو انا خدت triangular bone دي اللي هي ايه؟ triangular bone دي اللي هي الاسكابيولا، تمام؟ فهو يعني من الاخر عايز الجزء بتاع الشولدر. من الاخر بيقول لي الجوينت دوت عباره عن ان انا الاسكابيولا التقت مع عظمه طويله، التقت مع الهيومرس، تمام؟ يبقى انا هنا في انهي جزء؟ يبقى انا هنا في الجزء بتاع الشولدر بنفس الفكره، كاني بقى برجع تاني واقول ده الشولدر جوينت، يبقى الاجابه عندي هتبقى ايه؟ سؤال 27 هو الاول بيقول لي study the opposite figure in front of you that shows one part of the skeletal system in human then answer the questions from 27 to 29. The bone represented in the picture in front of you هو هنا مديني العظمه زي ما انتم شايفين بتاعه البلفيك جيرتل. Belongs to، بيقول لي choose more than one answer. Skeletal system، طبعا دي skeletal system اكيد. طيب axial skeleton، لا دي في الابندكلر. appendicular skeleton ايوه. pelvic girdle ايوه. يبقى كل الاجابات معايا تمام، دي مش تبع الاكزيال، يبقى كله ما عدا الاكزيال. طيب 28 بيقول لي the sum of the bones، مجموع العظام of the part in front of you، في الجزء الامامك، and the part that complements it in an adult female is، عدد العظام في الجزء اللي قداماني دوت، اللي قدامي دوت تمام، والجزء اللي هو المواجه ليه الناحيه الثانيه الكومبلمنت بتاعه، هو هنا مديني فرده واحده بس، المفروض ان انا عندي فرده ثانيه قدام، يعني المفروض ان انا عندي اثنين تمام، انا عندي عظمتين. طبعا adult female هو هنا بيلخبطني في الادلت فيميل زي الادلت ميل، انا عندي البلفيك جيرد اللي هو جزء بتاع الحوض ده عباره عن عظمتين تمام، واتفقنا ان كل عظمه فيهم قبل كده كانت عباره عن ثلاث عظام ولحموا مع بعض. طيب سؤال رقم 29 بيقول لك the sum of the numbers of the bones of the part in front of you and the part that complements it in a 3 month old male is، بيبي لسه صغير، ده احنا لسه قايلينها اهي قبل حتى ما اشوف السؤال. البيبي الصغير كانت مفروض كل عظمه من دول كانت عباره عن ثلاث عظام، يعني الجزء اللي قداماني دوت اللي قدامي ده كان ثلاثة والجزء الكومبلمنت ليه ثلاثة، يبقى انا كده التوتال بتاعي ستة. سؤال رقم 30 بيقول لي the meeting of the two colored parts in front of you is similar to the position of meeting of the، بيقول لي التعشيقة اللي انت شايفها قدامك دي بتفكرك بايه؟ لا دي بتفكرني بالتعشيقة بتاعت العظام بتاعت السكال لما كانت بتعشق في بعض الفايبرس جوينت. فبيقول لي the ulna with the humerus، the thigh bone with the tibia، the second cervical vertebra with the first cervical vertebra، the posterior part bones of the skull. طبعا دي بتاعة السكال الفايبرس، الفايبرس جوينتس تمام. اتمنى الامتحان يكون سهل، افكاره كويسة ويكون سهل بالنسبة لكم. بشكركم جدا جدا، في انتظار الكومنتس بتاعتكم. لو ليكم اي اسئلة تقدروا ان انتوا تنزلوها تحت الفيديو ونجاوب عليها. ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو وشير لأصحابكم عشان يستفيدوا، وما تنسوش ان انتوا تعملوا سبسكرايب للقناة علشان كل حاجة جديدة هتبدأ تنزل الفترة الجاية تكون واصلة لكم أول بأول. شكرا لكم.